يا مساء الخير، كل التحيه لكل الاهلاويه في بدايه حلقه جديده من السادسه. اهلا وسهلا بيكم. عودناكم دايما، وقبل ما اتكلم طبعا عارف ان عندنا ماتش مهم بكره ومن بعده نبدا مشوار كاس العالم. والحقيقه يمكن كعهدنا دائما زي ما اتفقنا مع كل جماهير نادي الاهلي، مركزين مع فرقتنا ومركزين مع نادينا وباصين على مشوارنا وعارفين اهدافنا وعارفين احنا ماشيين ورايحين لفين. الحمد لله الاهلي بدأ بداية موسم ولا أروع، في بداية الموسم كسوبر، الوصول لنهائي كاس مصر النسخة القديمة والاستعداد والتحضير لمواجهة بيراميدز فيما هو قادم يعني من مواعيد، ثم التفوق والصدارة باكتساح وباقتدار في بطولة الدوري، وبإذن الله تفصلنا أيام عن مشاركتنا الثامنة في نسخة جديدة من كاس العالم للأندية. لكن يبدو أنه مباراة القمة وما تلاها من أحداث هي بمثابة الزلزال وتوابع الزلزال. واحنا هنا طبعا يعني متفقين دايما ان احنا بنحترم الجميع، وفي مقدمتهم طبعا جماهير النادي الاهلي وشاشه النادي الاهلي اللي بتدخل بيوت ملايين من المصريين. لكن ده ما يمنعش ان احنا نقول وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الهدوء ان في كتير من الدروس المستفاده. ليه بقول الكلام ده؟ لانه الكلام ده مش بس بينطبق على الرياضه، الكلام ده ينطبق على كل المجالات وينطبق على كل انسان. سواء كنت طالب في مدرسة أو جامعة، سواء كنت عامل في مصنع، سواء كنت موظف في شركة، سواء كنت لاعب في نادي، أو حتى لو كنت رئيس نادي، اعرف تماما أنه في أي مجال في منافسة، وكل المجالات دي فيها نوع من أنواع المنافسة. عمر ما تقرر أنه نتيجة ضعفك أو نتيجة قلة إمكانياتك أنه الطريق الحقيقي للوصول للنجاح هيكون عن طريق تشويه أو تعطيل أو محاولة إيذاء الشخص اللي بينافسك أو الكيان اللي بينافسك. واعرف تماما أنه دي طريقة أو وسيلة حتما ستقودك إلى الفشل. بدل ما تحاول تفكر بالطريقة دي، فكر إزاي تبص لنفسك في المراية، فكر إزاي تحاول تطور من قدراتك، فكر يا سيدي تقلد، حاول تقلد الشخص أو النموذج أو الكيان الناجح، يمكن في يوم من الأيام توصل للي انت عايزه. لكن فيما يتعلق بالسفالة والانحطاط وقلة الأدب، عمرها ما كانت لغتنا، عمرها ما كانت أسلوبنا، عمرنا في يوم من الأيام ما هننحط لهذا المستوى. عندنا كلام كتير في حلقة النهاردة عن ماتش بكرة، ماتش في منتهى الأهمية. وبأكد على حضراتكم، قد يتصور البعض بعد تفوق الأهلي في مباريات الأخيرة وتقديم عروض في منتهى القوة، واحدة على حساب سموحة والتأهل لنهائي كاس مصر، وواحدة على حساب الزمالك بثلاثية موجعة ومؤلمة والانفراد بصدارة الدوري والبعد عن الزمالك المنافس التقليدي بثمان نقاط، ان مباراة بكرة سهل. بالعكس، مباراة بكرة في غاية الصعوبة، صعوبتها بتيجي من حاجات او من اسباب كتيرة جدا هنتكلم عليها النهاردة.